حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، والحين موعدنا مع فقراتنا الأسبوعية الخاصة بالبيئة. وموضوعنا اليوم عن النحل، واللي بدأ كثير من المواطنين بتربيته في حدائق منازلهم مساهما منهم في الحفاظ على البيئة. والكثير من هواة تربية النحل دائما ما يترقبون انطلاق المشروع الوطني لإنتاج عسل النحل اللي انطلق من السنة اللي فاتت، ولكن أيضا هذه السنة تم إطلاقه مرة أخرى. وللمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام معنا السيد خالد السويدي صاحب مشروع مناحل أبو سيف. يا مرحبا ومسهلا بك معنا. يا مرحبا بكم، الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. يا مرحبا وسهلا، الله يعطيك مبارك. الله يسعدك بيدنا، ما تشرفنا تواجدك الا الحين. لا ولا يهمك عزيز. حياك الله يا مرحبا. الله يجزيك خير. الكثير ما شاء الله المواطنين بدأوا بتربية النحل في بيوتهم، ما سبب ذلك؟ والله طبعا يرجع على عدة أمور. من الأفضل أن الواحد ينتج شيء قدام عينه ومتأكد أنه أصلي 100%. طبعا هذا يعني يرتاح نفسيا في هالموضوع. اثنين طبعا، ثانيا هو العسل إذا أنت أنتجته لا ميزة أخرى، طعم آخر عن اللي تأخذه بدون أي شك، بدون أي تشكل. مرتاح أيضا. نعم مرتاح. في عسل تأخذه أصلي بس أنت نفسيتك، لأن صحيح لا يمكن مواصلي، يمكن ما تواظب عليه نفس ما أنت منتجه. صحيح نعم. هذه من الأسباب الرئيسية في أن بدأوا الناس يتجهون إلى هذا الاتجاه. شو اللي واجههم؟ لابد يعني مثل هالاتجاه شيء، ما أتوقع أنه شيء بسيط، لابد هناك خلنا نقول تحديات أو صعوبات دائما ما تكون في بداية مثل هذه المشاريع. إيش الأشياء اللي تواجه أصحاب المناحل في قطر؟ طبعا هي أول مشكلة أو معضلة أن أغلب الناس ما يعرفون طريقة التعامل مع النحل. طيب صحيح. ثاني شيء أصلا كمية الأشجار الموجودة في المنطقة، هم أغلب الناس حسبوا لنا عنده شجرة أو شجرتين خاصة تكفي الإنتاج. لعلم المشاهدين أن مجرد معلقة واحدة من العسل لابد أن النحلة تطلع 45,000 طلعة. 45,000 طلعة؟ نعم، عشان تنتج هذه المعلقة الصغيرة. فلا بد أن يكون منطقة، والحمد لله طبعا أنا ما أقول أنها معضلة، خاصة أن أهل قطر أغلبيتهم يحبون الزراعة أو في بيوتهم موجودة الأشجار مثل السدر والليمون وغيره، فمزروعة المنطقة. فهذه من الأسباب أنا أشوفها أنها تساعد على إنتاج العسل في المنازل. جميل. أنا طيب. راح بال أنا تتكلم وأنا رحت مع 45,000 طلع شلون يدرسونها؟ طبعا هم في جامعات جامعات متخصصة في هذا المجال، تدرس سلوك النحل، تصرفات النحل، اسلوبه في التعامل مع المشاكل اذا طرأت في البيئة. طيب احنا تكلمنا الحين عن تقريبا عدد الاشجار وكذا، خلينا نتكلم اكثر في شروط تربية النحل. شنو واجب توفرها؟ يعني النحل لازم تتعامل مع عدل، لازم هناك شروط ولا صحيح بيلسع او شيء يمكن صحيح يعوفك. صحيح. لكن خلينا نتكلم عن شروطها اكثر. والله هو عده شروط، مثلا يعني لابد ان يكون في منطقه مظلله. نعم، مثل ما قلت لكم كميه الاشجار تكون مناسبه. تقريبا كم يعني؟ انا اشوف في الاحياء المتوسط العمر، ما أقول الجديدة، طبعاً الجديدة لحين ما بدأوا فيها الزراعة وهاي. ثاني شيء يعني ما قصرت الحكومة في بدأت تزرع الأشجار الإقليمية مثل السامار والسدر في جميع الشوارع اللي يشوفونها. طبعاً هذه أنا أشوفها مناسبة أن الواحد يبتدي كمشروع أو كف يعني كهواية في المنزل. من الشروط الواجب توفرها المكان نفسه، لابد أن يكون مطل على إشراقة الشمس وين ما تشرق الشمس، بعيد عن الروائح، بعيدة عن الإضاءة البيضاء. نقول لو كانت صفرة مو مشكلة، لكن البيضة هي يعني ممكن أنها تسبب مشاكل للنحل. وتوفر المياه النقية. إنزين، ابتعاد الأطفال. طبعًا الأطفال مشكلة عندنا، هذه مشكلة. هذا اللي أنا كنت بقول لك، بأن نحطه في البيت. أنا راح أرجع معك وندخل في تفاصيله بحيث أن الواحد ممكن أن يربيه في البيت، لكن خلنا نشوف مع مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي تكلم عن مناحل أبو سيف، وكيف ممكن أن الواحد يعني يكون عنده مثل هذه المزارع من النحل. نقل عن العالم الشهير ألبرت أينشتاين قوله: إذا اختفى النحل من كوكب الأرض فلن يبقى للإنسان سوى سنوات قليلة للاختفاء بعده.
أكانت هذه حقيقة علمية أم لا؟ فإن المؤكد أن النحلة هي حارسة البيئة بامتياز، إذ إنها عندما تنتقل من زهرة إلى أخرى لترتشف الرحيق، فإنها تلقح الأزهار التي تساعد بدورها على ظهور النبات، وهي مسؤولية بشكل رئيس عن 90% من إجمالي إنتاج الغذاء والمحاصيل في العالم. أما تربية النحل فتعد من أكثر المشروعات الزراعية ربحية، لكونها لا تتطلب رأس مال كبيرا ولا جهدا مستمرا، فيما تبقى وسائل الإنتاج وأدوات العمل صالحة للاستعمال لأكثر من موسم. كذلك يكتسب هذا القطاع أهمية بالغة لعلاقته المباشرة بالطبيعة عموماً وبالقطاعين البيئي والزراعي خصوصاً، لكونه يلعب دوراً مهماً في رفع الإنتاج الزراعي وزيادة الثروة الوطنية. ولتربية النحل فوائد اقتصادية عديدة، من أهمها أولاً إنتاج العسل المستخدم كغذاء ودواء معاً منذ 8000 سنة. ثانياً تلقيح الأزهار وزيادة إنتاج المحاصيل. ثالثاً تربية ملكات النحل للتجارة. رابعاً إنتاج الطرود والطرد، عبارة عن 5 أقراص شمعية مغطاة بالنحل من الجانبين. خامساً إنتاج شمع النحل الذي يدخل في كثير من الصناعات مثل مواد التجميل. سادساً إنتاج سم النحل المفيد في شفاء أمراض الروماتيزم وحبوب اللقاح، التي تعد مصدراً مهماً للعديد من المركبات الحيوية اللازمة للإنسان. بقي القول إن هناك أكثر من 20,000 نوع من النحل تنتشر في قارات العالم كافة باستثناء القطب الجنوبي، يعد نحل العسل أهمها. ويكفي أن ورد ذكر عظمة خلقها في محكم آياته بقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن النحل وكيف ممكن انه يعني يتم التعامل معه. يمكن ابو سيف، الامانه انا ممكن فيه الكثير من الناس اللي كانوا يظنون بان النحل الرحيق اللي يحطه للعسل يطلع من الذيل، ولكن اللي شفناه الحين في نهايه التقرير بانها تطلع الرحيق من الثم. طبعا هو اغلب الناس يحسبون نفس او يفكرون نفس التفكير، لكن هي لا، العكس صحيح، ان هي طلعه مره ثانيه من فمها. اي نعم، هي مجرد عمليه في خزان معين في صدر النحله تخزن فيه الكميه المناسبه وترد مره ثانيه تطلعه. بعد ما تطلعه يبتدي عمليه التجفيف، لان هي في يكون نسبه رطوبه عاليه، فيبتدي عمليه التجفيف لين يقل تركيز الرطوبه، عقب يصير ختم الشمع. جميل. طيب سؤال أخوي ناصر عن الخطورة والأطفال إذا بحط في البيت عندي. نعم، هو طبعا خلينا نكون واقعيين، نعم إذا حطيناه والأطفال بدأوا يتعرضون له بدأوا يهجمون عليه، لابد أنه بيدافع عن خلية النحل. فلذلك أن الأفضل اختيار المنطقة اللي ما يوصلون لها الأطفال. يعني بعد كم تقريبا؟ 100 متر؟ هو لا لا، تقريبا من 5 إلى 10 متر يكون الأفضل. ما يجيهم، ما يقربهم، لأن النحلة تدري لو أن لدغت أو عضت الشخص أو لدغت بتموت، فهي ما تهجم بدون داعي، تهجم إذا كان في ضرورة من ذلك. أفضل مكان أن نحط حق النحل وين نحط يكون فوق السطح. كذلك لازم يراعى أن الكمبريسر مال المكيف ما يكون هواء حار يعرض الخلية للتهلكة. زين، في العزب إذا كان إذا عندك الروض جنب روضة مثلا، لأنه هو يروح يمكن 3 كيلو. نعم صحيح، مسافة 3 كيلو، إذا 3 كيلومتر مربع من كل اتجاه. لكن لو العزب مشكلته طبعا تدري الروائح، ما روائح ممكن تأثر. إذا كنا حطينا في مكان عكس اتجاه الريح ممكن نحطه في العزب. في كذا تجربة من الإخوان سووها، حطوها في العزب ونجحت.
كذلك في البيوت ما شاء الله في بعض البيوت حطوا 10 خلايا إلى 20 خلية أنتجوا تقريبا 100 كيلو. الخلية اللي هي المربع العود؟ نعم هذه الخلية. ولا الشريحة اللي داخل؟ لا الشريحة يسمونها برواز. برواز. نعم دائما نتي 5 براويز إلى 6 براويز مع الوقت نضيف لها براويز أخرى. أنا لو أبغى أشتري خلية. نعم. كم تكلفني تقريبا؟ والله تختلف من انواع النحل تختلف لا يختلفون أنواع... يعني على حسب المحلات اللي تبيعها هي تتراوح من 500 الى 600 على حسب النوع هداوه النحل لان في نحل هادي في نحل لا يك شوي شرس ممكن يعرضك لللسع وذي فهذه الامور تعتمد عليها شوف هنا النحله تحط الرحيق راحت الصوره نعم هذا يعني مثل ما قلت تحط الرحيق عقبها تتم عمليه التجفيف طيب نعم. خلنا نتكلم عن فائدة تربية النحل في المنازل هل له فائدة اقتصادية؟ طبعا هو مثل ما قلت لكم أن إنتاج العسل بكميات تكفي البيت هذه خلاص ما خلتني أحتاج أني أروح أشتري نعم أشتري من برا وما يندره شنو هل هو مغشوش معرض لسموم نعم. أو أخرى أو أمور هذه ثاني شيء اللي هو عملية التلقيح يعتبر النحل هو أول عامل ملقح للنباتات صحيح. فهذا عندك يعني هذه فائدة ثانية طبعا في هناك فوائد أخرى لكن ما تنطبق على مجتمعنا اللي هو الإنتاج مثل غذاء الملكات إنتاج الشموع إنتاج النحل نفسه ويبيعونه إلى دول أخرى لكن هاي ما مب عندنا في قطر راح نتكلم عن أول فائدتين اللي هم إنتاج العسل وتلقيح تغنيك عن حاجة البيت بإذن الله إن شاء الله نعم. فائدة صحية أكثر مناحل أبو سيف متى بيفتح لبسوق واقف ان شاء الله عشان بارك لك الله يبارك المحل. فيك الله يسعدك بيفتح ان شاء الله هو يكون بس بيع محل عسل قصدي والله بيع محل يكون بيع عسل بس ولا كوفي شوب هو طبعا ان شاء الله نترقب افتتاحه في نهايه الشهر هو طبعا مو متخصص بس لبيع العسل لا هو اول كوفي شوب في الشرق الاوسط يقدم الوجبات كلها بالعسل العصائر كلها بالعسل كذلك هو مركز ثقافي نثقف الناس نشرح لهم العمليات النحلية كلها الملكة الشغالة الذكر كل هالأمور من ضمن عندنا مجسمات نشرح عليها هالأمور خلينا نقول على الحياة المجتمعية للنحل أو حياة نعم النحل بشكل جميل عالم كبير صراحة شو اللي تنصح أبو سيف شو اللي تنصح بالناس اللي يشاهدون الحين وجاء في باله يحط عنده خلية نحل شو الإرشادات اللي أنت تعطيهم بالنسبة لي خلنا نقول وجود مثل هذه الخلايا عندهم في بيوتهم بحيث أنهم يستفيدون منها بالعكس أنا أشجع الموضوع أن نبتدي نضع الخلايا في البيوت نبتدي نستغني عن العسل المستورد أو العسل المشكوك فيه من الأساس فلو كل بيت حط 5 خلايا أو 4 خلايا أنا أتوقع أن تكفيه لمدة سنة كاملة ويستغني عن أي الخلية كم تعطيني كم غرشة طبعا هو يعتمد على كثافة الشجر كمية النحل إذا كانت الخلية قوية أو ضعيفة هاي طبعا أمور كثيرة لكن نقول المتوسط تقريبا 5 كيلو في الخلية الواحدة في الخلية الواحدة 5 كيلو نعم. كم نحلة تقريبا طبعا يتراوح من 30,000 إلى 60,000 نحلة في الخلية ما شاء الله والله عدد مو بسيط اي لا مو بسيط طبعا هي تعتبر مملكه كامله شعب اي نعم شعب كامل صحيح طيب خلينا نتكلم الحين عن وزاره البيئه مشكوره تقوم بدورات تدريبيه للمبتدئين في تربيه نحل العسل شنو اهميه هذه الخطوه خاصه للمبتدئين طبعا انا اتقدم بالشكر لوزاره البيئه على هذا المجهود اللي يقومون فيه خاصه اخر سنتين بدوا ما شاء الله بتكثيف هالحملات بتكثيف هالدورات أطلقوا برنامج اللي هو البرنامج الوطني للعسل بدأوا يوزعون خلايا على المزارع ذيك السنة كان 30 خلية 30 مزرعة عفوا بجميع المعدات اللي يحتاجها النحال هالسنة وزعوا 50 على 50 مزرعة طبعا هم راح يستمرون ما راح يوقفون في هالموضوع عقدوا كذا دورة تدريبية الدورات تدريبية خاصة حق المبتدئين مو فقط ان انا اعلمه الامور شلون تعامل مع النحل كذلك لو تعرضنا بعيد الشر على امور يعني مثلا عندنا احد الحالات فيها تحسس من لدغه النحل شنو هو الامور اللي لازم ان اتبعها الخطوات الاساسيه والرئيسيه فكانت يعني الدورات اللي عقدوها سابقا كانت جدا ممتازه وانا اعرف كثير من الناس اللي استفادوا منهم بالعكس بداوا يفتحون حتى مجال اخر للتجاره كثير منهم ما شاء الله عليهم انتجوا عسل وبداوا يبيعونه في السوق القطري جميل 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 اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق سيد خالد السويدي صاحب مشروع مناحل ابو سيف
شكرا لحضورك معنا في برنامج مشترك. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق باذن الله. الله يجزيكم خير. يلا الوعد افتتاح المحل ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، نبقى في سياق البيئه وننتقل الى موضوع المباني الخضراء الصديقه للبيئه، واللي ازداد عددها في قطر وتساهم في تعزيز مفهوم الخضره في مجتمعنا. بنتابع التقرير التالي واللي نسلط فيه الضوء على هذا النوع من المباني. يهدف إنشاء المباني الخضراء في قطر إلى تعزيز مفهوم الخضرة في المجتمع القطري وفتح آفاق حلول مبتكرة بغية ضمان التنمية المستدامة لجميع عناصر البيئة في الدولة. المباني الخضراء الصديقة للبيئة في الدولة، والتي تخضع لمعايير بيئية عالمية بنسبة 100%، بلغت حتى الآن أكثر من 200 مبنى، سوف تتضاعف في السنوات القليلة المقبلة مع اكتمال مشروعات مشيرب ولوسيل وبعض مشروعات مؤسسة قطر. هذه المباني نجحت في إثبات أن تكلفة إنشائها لا تتجاوز التكلفة العادية إلا بقدر طفيف، بينما يحقق بناؤها نتائج إيجابية للغاية بما تحمله من مزايا كبيرة وفوائد ملموسة بالنسبة للبيئة والاقتصاد على المدى الطويل. ويتميز المبنى الأخضر الجديد بأنه مصمم على تقليل معدلات استهلاك الطاقة من خلال فكرة المبنى المحكم الذي يعمل على تقليل كمية الطاقة المستهلكة للتبريد والحد من التلوث وخفض معدلات الحرارة. إن سعي الدولة في رحلتها نحو بناء مجتمع متقدم وخلق بيئة عمرانية مستدامة وصديقة للبيئة أهلها لأن تكون ثاني دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهة احتضانها للمباني الخضراء ونشر مفهوم الثقافة البيئية وفقاً للمعايير الدولية. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومستمعينا عبر إذاعة 97 FM. ومثل ما تلاحظون والحمد لله بدأ الجو يتعدل والطقس بدأ يكون أفضل من الأيام اللي راحت، وأنا متفائلين إن شاء الله خير، والله إن شاء الله يرزقنا بالحياة. آمين يا رب. فخلونا ناخذ هذه المكالمة من راشد الدوسري من الأرصاد الجوية. راشد مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور لجميع المشاهدين وجروب قناة الريان. يا مرحبا وسهلا راشد، يدل الله عليك مبارك. اهلا عليك وعلى جميع المشاهدين. بشرنا يا راشد، شو علوم الجو؟ لا البشارة ان شاء الله حلوه، بس بدايته شوي بتغثي الناس، لكن ان شاء الله خير. ان شاء الله خير، هذا ان شاء الله ما قلت. ان شاء الله، الجو بدايته في تحذير بر وبحر في البدايه وبيكون مستمر ان شاء الله ان شاء الله ليل الفجر تقريبا. نعم. الجو بشكل عام بيكون صحو، بس في غبار خفيف على بعض المناطق وبعض السحب. الهواء على الساحل بيكون شمالي غربي، سرعته من 10 إلى 20 في البداية، لكن في الليل تقريبا على آخر الليل بيكون تقريبا في حدود من 5 إلى 15 عقدة. داخل البحر نفس الشيء، الهواء بيكون شمالي غربي من 15 إلى 25 عقدة، بيوصل 30 على بعض المناطق في البداية، بس بعدين يطيح الهواء بيكون في حدود من 10 إلى 20 عقدة. الموج على الساحل من قدم لين 3، داخل البحر بيكون من 5 إلى 7، بيوصل 8 على بعض المناطق. نعم. لكن في الليل بيقل، بينزل تقريبا بيكون في حدود من 4 إلى 6 قدم. إن شاء الله إن شاء الله الخميس واللي بكرة بيكون الجو حار نسبيا مع غبار خفيف على بعض المناطق، وغائم جزئيا مع فرصة إن شاء الله بإذن الله فرصة حق الأمطار على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية بإذن الله. الهواء بيكون على الساحل بكرة شمالي غربي لشمالي شرقي، بداية من 10 إلى 20 عقدة. نعم. يوصل لحد 25 عقدة، لكن على بعض المناطق فترة النهار هي فترة الظهر تقريبا، لكن بعدين بتكون سرعة الهواء تقريبا أقل في حدود من 7 إلى 15 عقدة. نعم. بالنسبة داخل البحر بيكون الهواء شمالي غربي لشمالي شرقي، بس أقل أساس أن التحذير انتهى، بيكون من 5 إلى 15 عقدة، بيوصل لحدود 18 عقدة بس فترة النهار عقب بيطيح الهواء. نعم. بيكون تقريبا بيتحول لشمالي شرقي جنوبي شرقي، هاي في نسيان. الموج على الساحل بيكون من قدم لقدمين، بيوصل 3 في البداية،
لكن بعدين بيكون منقدم لقدمين هاي على الساحل، لكن داخل البحر منقدمين لأربعة بيوصل خمسة في البداية. بإذن الله بعد بكرة الجمعة الجو بيكون حار نسبيا مع غبار خفيف على بعض المناطق بإذن الله إن شاء الله. أنا كل راشد أنا كلمة أنا كلمة تقول تأجل اليوم اللي بعده تفاعل خير، لكن نسأل الله إن شاء الله أنه يرزقنا يعني الأمطار تبشرتنا بالخميس ومحتلين إن شاء الله خير. الله يبيض وجهك الجمعة إن شاء الله بعد تكون فيها أمطار رعدية بإذن الله. الله يبيض وجهك، شكرا لك راشد، ودائما علوم الخير كلها تأتي من صوبك ولا يبغى غريب عليك، بيض الله وجهك. شكرا لهذه المداخلة أحمد عقب ذا العلوم من الجو، نسأل الله إن شاء الله أن يرزقنا. آمين يا رب، عسى الله إن شاء الله المكالمة الثانية من راشد غيم وبراد ومطر. الله آمين. الله كريم إن شاء آمين الله. يا رب. إذن مشاهدينا الكرام من علوم الجو نرجع معكم إلى أجواء عيد الأضحى المبارك، ونختم معكم بهذه الأغنية من العيد. نعم، نتمنى من الله يعيد عليكم على الأمة العربية والإسلامية بكل خير وصحة وسلامة. نترككم مع هالأغنية وفي أمان الله. في أمان الله. ومن العايدين من العايدين ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله.